أنا زهقت مني؟ بصراحة أه حرمان جمعاً يا زناديق. يا سلام لو كان الواحد ممكن يتكاثر ذاتياً ما كانش بقى فيه مشكلة. لا يا حبيبي أنا أحب المشاركة. جاب الورد ده يا شاطرة؟ شاطرة؟ ايه كنت بليده ولا ايه؟ ايه؟ جبت كام في سنة كام؟ ايه اللي بتقوله ده؟ سؤال بسيط، بكام الورد؟ الورد ده مدفوع تمنه من 20 سنة ولسه جايبها دلوقتي؟ ده انت بطيئة موت. اخس كنت بالنسبة لي بطل. ولا فكك يد الشويتين دول، اختك مش هيحصل لها حاجة. راح فين يا ولادها؟ في 60 داهية. وبالها انت بقى عشان في اللي انت عامله عشان كل ده؟ وانت مالك بالشنط يا؟ عشان مخبيهم في المكان ومش هقول لك عليه الا لما تجيب لي اختي. ايه؟ فين الشنط يا؟ سيبني. يا نهار اسوح، سلطان البعبع اللي قاعد 40 سنه محافظ على وشه يجي عيل صغير ويشيله في دماغه. يلعن ميتين ابوكم كلكم يا اولاد الوسخه. واو. لا ايه ده؟ ايه دي؟ فيديو كول، وانا اول مره يجي لي فيديو كول. فيديو كول؟ اه ثواني. حماده وصفيحه، انا شفت الصفحه بتاعتكم على الفيسبوك وعندي ليكم مهمه خارج مصر هتقبضوا فيها مليون دولار. يلا جهزوا باسبوراتكم للمهمه القادمه. باي. في حد كده عايز اقول له عاوزين نعملك بني ادم يا كلب وانت مصمم. يا نهار اسود، انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت؟ لا ادوار البثوات دي. ما انا ايه يا استاذ سمير؟ اسمع. ايه يا استاذ سمير؟ وجعتني. وجعتك؟ ده انت توجع بلد. في ايه؟ هو انت اشتريتني؟ هسيبك واخسرك للابد. ده كان ناقص تموتني يا سيد. انت يا رب. في حد كده عايز اقول له انا ما اقدرش استغنى عنك، هلاقي اوسخ منك فين؟ بونجور. ما ايه؟ مرات عمي. مرات عمك؟ اه. مرات عمك دي هناك في البلد. لا انت لو عندنا في البلد هنغمي عينيكي وتلفي ساقك. يعني في البلد. سبحان الله، انا بجد مستغربه موت. اول مره اشوف بالهارسيا بتتكلم. هاتي الدكتور عشان يخيط. في حد كده عايز اقول له انا بشتغل على فكره، أنا رائد فضاء. يا سلام، وإيه اللي يثبت إنك رائد فضاء؟ وصلت للقمر أهو. في حد كده عايز أقول له أنت ضربة إيه على الصبح؟ لغيني قولي لي ضربة إيه؟ كام فردة؟ في حد كده عايز أقول له أنا مش مبسوط، مش سعيد، أنا حزنة. في حد كده عايز أقول له وأنا عمال أسأل نفسي أنت شغلتك إيه في الدنيا؟ اتاريك طلعت سمسار نجاسه. اه عزيز. اه انا بحبك قوي. اقعد وش الكلام. لا بجد عيب. يلا انت حبيبي عزيز. هات بوس. يو